محمد 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 وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن نافع أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصرفات ظالما عن مظلوما. نحن نجتمع اليوم للمطالبة بالإخراج عن الدعوية إلى الخير ولله.